السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي هو مغربش عليكم. كنظن ان العديد منكم شاف هذا الشيء وهذه. فاليوم انا كنحتفل يعني بهذا الفيديو هذا اللي حقق لاول مره على القناه ديالي مشاهدات اللي كتوصل يعني اللي فاقت 1,000,000 مشاهده لاول مره على القناه. وكنبغي يعني نشكركم بزاف، وفي نفس الوقت نعتذر من بزاف ديال الناس لان بقدر ما عجبتهم هذه الوصفه، وبقدر يعني ما استاءوا من الوقت ديال الفيديو ومن بعض الامور اللي غدا نعاود نوضحها مره اخرى. فانا خديت الفيديو عاود درت ليه المونتاج بطريقه يعني سريعه اللي ما يكونش فيها الملل، ونجاوب على الاسئله ديالكم والانتقادات ديالكم. وراه بزاف 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 ديال الناس اللي جربوا هاد الشهيوه هذه وكانوا يعني فرحانين بزاف وكانوا متفاجئين بالمذاق ديالها. فاليوم غادي نشوفوا هاد التفاصيل كلها. عندي هنا تقريبا واحد الكيلو ونص ديال فخيضات ديال الدجاج اللي كنغسلوهم مزيان بالملح والخل والحامض، وكنحيدوا لهم الماده اللزجه اللي كتكون لاصقه عليهم. وكناخذوا تقريبا واحد 5 د الفصوص ديال الثومه كبار، لان انا كنعطيكم هنا المقادير ديال تقريبا كيلو ونص، انا هذه الكميه حيت غادي نقسمها على جوج. وكنحك تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره ديال السكينجبير طري، كيعطيه واحد المذاق رائع بزاف. ونص عصير ديال الحامضه اللي يكون فيها يعني العصير كتير، يعني نص حامضه كبيره كنعصر العصير ديالها مزيان. ومن بعد كنجيب واحد جوج معالقات صغار ديال الخل، اولا معلقه كبيره وحده. هاد المعلقه ديال الخل كتعطيه كيجي فتي، وفي نفس الوقت كيجي الدجاج معلك وزوين. واخا كنغسلوه في الاول بالخل فضروري نزيدو واحد المعلقه ديال الخل مع الحامض. وغناخذ واحد العريش كبير ديال اليازير طري، وغادي نفرتو نحيدو ليه دوك الوريقات ونزيدوهم على هاد الخليط هذا، كيعطيه واحد اللذه رائعه بزاف بزاف. غادي نديرو شويه ديال الكركم اولا الخرقوم البلدي، هذا بالنسبه للتوابل. وغادي نديرو هنايا شويه ديال السودانيه، او الا عندكم مثلا الهريسه فديروا نص معلقه ديال الهريسه، حتى يعني معلقه صغيره على حسب نتوما شحال كتحملوا ديال الحروره. هاد الدجاج صراحة كيجي رائع بزاف بزاف. كنزيدو واحد جوج حتى ثلاثة الوريقات ديال الرند أو الوريقات سيدنا موسى، كنقطعوهم يعني عشوائيا غير باليد ديالنا، كنفرتوهم وكنزيدوهم حتى هما على الدجاج. وكنزيدو زيت الزيتون تقريبا واحد ربع كاس في كيلو ونص ديال زيت ديال الدجاج، كنديرو ربع كاس ديال زيت الزيتون. هو راه زيت الزيتون يعني في جميع الاحوال واخا كتكثروا منه فهو يعني صحي وما كيضرش، ماشي بحال الزيت العاديه. وكنديروا الملح على حسب الذوق، وكنديروا الفلفل الاحمر تقريبا واحد نص معلقه ديال الفلفل الاحمر اولا يعني الفلفل الحلو اولا البابريكا. صافي كنخلطوا مزيان هذا الخليط. الا عندكم الوقت وبغيتوا تخليوه يرتاح واحد الساعه خليوه يرتاح. صراحة أنايا كنديرو مباشرة وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. ومن بعد صافي غادي نجيب الطبق اللي غادي يدخل الفرن. وهنا يعني لقيت واحد انتقادات كبيرة بزاف، بغيت نقول لكم راه نهار صورت هذا الفيديو بالضبط ما كانش عندي ورق الطبخ اللي هو ورق الزبدة، داكشي علاش أنا درت ورق الألمنيوم مباشرة فوق الدجاج. فانتوما تفادوا هذه العمليه، ديروا ورق الزبده او ورق الطهي هو الاول، ومن بعد ديروا عليه يعني البابي الومنيوم، خصو يكون مسدود مزيان 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 ما يكونش كيتنفس نهائيا. بالنسبه للخضار عندي جزر مقطع رقيق، وعندي بطاطا صغيره يعني مغسوله مزيان كنخليوها بالقشره ديالها. وانا كملت بواحد الحبه كبيره ديال البطاطا لان البطاطا صغيره ما كانتش عندي كافيه. وفي الواقع انايا كندير اللوبيا خضراء فما توفرتش ليا اللوبيا الخضراء، ودرت هاد الخضر هادي حتى هي كتماشى وكتواتى بزاف مع هاد الطبق هذا. عندي فلفله حمراء مقطعه
والبصلة وعريش ديال اليازير. هاد الخضر هادي غادي نديروهم في واحد يعني في واحد الطاسه، وغادي نزيدو ليهم الزيت. ما هنا ما غاديش نديرو زيت الزيتون، غنديرو الزيت العاديه اولا الزيت النباتيه، كنديرو شويه الزيت بالزيت باش يعني ما تحرقش لنا الخضره، وكنديرو شويه ديال الملح على حسب الذوق، وكنديرو الاعشاب المنسمه اللي جاوني بزاف ديال الاسئله الا ما عندناش هاد الاعشاب المنسمه باش يمكن لينا نعوضوها. هذه راها يعني سميتها ايطاليانو، كنظن انها متوفره في بزاف د البلايص، الا ما توفرتش لكم راها فيها بودره الثوم، بودره البصل، بودره الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والجزر حتى هو يعني مجفف، وفيها الحبق وفيها الزعتر، فعوضوها بالاعشاب المنسمه اللي قريبه ليها اولا اي اعشاب نتوما كترتاحوا ليها. صافي غادي نخلط مزيان هاد الخضره. بالنسبه للناس اللي قالوا لي واش يمكن لينا نديروا الخضره مع الدجاج في نفس الطبق، كنقول لكم راه يمكن لكم ديروه، ولكن ما غيجيش نفس المذاق، لان الخضره غادي تطلق لاصوص، وداك لاصوص غادي يعني غيبدل المذاق ديال الدجاج، فمن الاحسن ديروها في طبق بوحدو. ونفس انتقادات على البابي الومنيوم، فانتوما ديروها في طبق ديال الزاج وديروا لها ورق الزبده وعاد غطيو بالبابي الومنيوم. هنا ما كنزيدش ليها حتى شي قطره ديال الماء نهائيا، ولكن كنغطيها مزيان مزيان مزيان، ما خصهاش تنفس نهائيا باش ما يخرجش منها البخار وتحرق. وغادي ندخلوها للفرن على 220 درجه تقريبا، كتاخد ساعه وربع حتى ساعه ونص. الى عندكم الفرن ديال الغاز فانتوما غادي تشعلو من التحت، يعني تكون العافيه من التحت، عافيه متوسطه حتى تطيب. هنا ملي كنخرجوا الدجاج كيكون هذا هو الشكل النهائي، ما كنزيدوش فيه نهائيا حتى شي قطره ديال الماء، ولكن راه كيكون ضروري خصو يكون مغطي مزيان مزيان، وكيجي معلق خصوصا بهذاك يعني العصير والمعلقه ديال الخل اللي ضفنا ليه. الا مثلا نتوما حليتو على الدجاج لقيتوه طاب ولكن مازال يعني طلق لكم شويه ديال الماء، فغادي نتعريو عليه، تحيدوا البابي الومنيوم وتعريو عليه وتخليوه يتحمر شويه، اولا تشعلوا عليه الفران من الفوق وتخليوه يتحمر شويه حتى ينشف من لاصوص ديالو. وبالنسبه كيف كتشوفوا معايا هنا لاصوص راح كتجي معلكه وخاتره، والطياب راه كيف قلت لكم خدا ليا ما بين كياخذ ما بين ساعه وربع حتى ساعه ونص، والخضره من بعد ما كطيب كيطيبوا تقريبا في نفس الوقت نفس المده، يعني حتى هي كيدخلها الطياب مزيان وصافي. دابا يعني غادي نقدموا هذا الطبق، كنديروا الخضر لتحت، هذا يعني الطبق اللي سريع جدا في التحضير صراحه. بزاف ديال الناس اللي ضاقوه عندي ودائما كيطلبوا ليا نفس يعني نفس الطبق، خصوصا الصديقه ديالي اللي كتقول ليا يعني ديري لينا غير داك الدجاج اللي كديري اولا دوك الفخيضات ديال الدجاج، لانهم كيجيو لذاد لذاد بزاف، ويمكن لكم يعني ديهم كاقتراح للعمل الناس اللي ما كيبغيوش يديو الطواجن للخدمه، ولا حتى الوليدات المدرسه راه يعني كيجي يعني شي حاجه اللي هي سهله وسريعه وفي نفس الوقت عمليه يعني للعمل والمدرسه. بالنسبه لاطباق الدجاج راه عندي في القناه اطباق دجاج مختلفه بزاف بزاف بزاف، فانا يا حطيت يعني البعض الفيديوهات اللي غادي تشوفوا مقاطع منها في نهايه هذا الفيديو هذا، ومازال جايين اطباق اخرى اللي حصريه ومختلفه ديال الدجاج، كيكون يعني هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. الرائحه ديالو كتجي رائعه واللذه كتجي بنينه بنينه بزاف بزاف، جربوه اكيد اكيد غيعجبكم كيف عجب بزاف الناس اللي جربوه وخلاو ليا التعاليق. صراحه انا كنتقاسم معكم الشهيوات اللي ما كنبغيش نتبع الموضه ديال اليوتيوب، يعني اللي تحطت كنتبعها، وانما كنبغي ندير الشهيوات يعني الخاصه بيا، كنجي يعني كنحاول انني نجيب شي حاجه اللي يعني ما محطوطاش بزاف في اليوتيوب غير معتاده.
فنتمنى يعني تشجعوني بالاشتراك ديالكم في القناة وتفعيل الجرس بالنسبة للناس اللي ما كيوصلوهمش يعني ما كيوصلوهمش الإشارات يعني مني كيتحطوا الفيديوهات. فكنقول لكم من الأحسن أنكم يعني ديزابوناو من القناة، تخرجوا تلغيو الاشتراك وتعودوا تشتركوا، لأن يعني هذا مشكل ديال اليوتيوب وكتعاني منه بزاف ديال القنوات، منهم القناة ديالي، بزاف الناس ما كيوصلهمش الإشعارات. فنقول لكم شكرا مرة أخرى، شكرا. أنا فرحانة بزاف من يعني بنجاح هاد الوصفة هادي وهاد الفيديو هذا، ونخليكم مع هاد اللقطات ديال وصفات الدجاج، وكنقول لكم شكرا بزاف. إلى اللقاء في فرصة قادمة وفي شهيوة أخرى إن شاء الله. مع السلامة. Thank you.